سيب. نشوف محمد من المنصورة ونرجع تاني. سلام عليكم يا محمد. ازيك يا ابو حميد عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خلصت ولا لسه؟ الحمد لله خلصت. طب اتفضل يا حبيبي. عندي لك سؤال يا استاذ. اتفضل. بقول لي ما العلاقة بين وجود الاحتلال البريطاني في مصر والاحتلال الفرنسي واحتلال الجزائر؟ ما العلاقة بين الوجود البريطاني في مصر وجود احتلال بريطانيا لمصر لمصر ها واحتلال الجزائر واحتلال فرنسا الجزائر؟ قول يا محمد العلاقة. ما انا بس السؤال ده في السجاد ده، انا اللي بسألك. انا عاوز دي وقت عليها مفاجأة. ايه؟ دي سؤال وقف عليها وقف الاجابة بتاعته يعني. ايوه معاك، انا لما بتكلم معاك. انت جبت السؤال منين؟ المدرس كان قاله يعني. مش احنا قلنا الحصة اللي فاتت ولا الحلقة اللي فاتت مش عايزين بقى الفوازير دي؟ الفوازير؟ اه الفوازير. يعني يا ابو حميد احنا مش عايزين نوتر بقى الدنيا. اذا قالوا لي علاقه بين محمد علي وحرب اكتوبر، انت قول علاقه بين وجود احتلال بريطانيا لمصر. تمام كده؟ اه احسب معايا. بريطانيا دخلت مصر 802 وكام؟ 50 50 ولا 82؟ 82 82. طب فرنسا دخلت الجزائر كام؟ 52 باين 1830 30 30 صح. طب انهي اللي دخل الاول؟ مصر ده بتاع فرنسا دخل الجزائر الاول. طب ازاي في علاقه بين الاول والثاني والثاني حصل بعد الاول ب 50 سنه؟ انا عرضت كده قلت له العلاقه اكيد بقى مركزيه العربيه ايه الخليج العربي. ايه قول تاني. انا عرضت كده وقلت له اكيد العلاقه في الخليج العربي مش يا ابني في علاقه بالاحتلال فرنسا لمصر ووضع شبه الجزيره العربيه. زي ما قلت ايه ده الارتباط اللي بينا عندي. ركز معايا يا ابو حميد. العلاقه بين الحمله الفرنسيه على مصر ماشي 1798 تمام وجنوب الجزيرة العربية. الأستاذ خليه يكلمني ماشي؟ ماشي. قول له كلم الأستاذ أحمد. خلاص ماشي. إحنا مش عايزين يا أبو حميد في الأيام دي نقعد نلخبط فيكم كلكم فوازير، المدرسين بقى بيقولوا حاجات غريبة أوي. ماشي. أنت حليت البوكلت التالت اللي نزل؟ التاني؟ أه. حليته كله؟ لا كان واقف عليا كام سؤال فيه. طب ما تقول الأسئلة اللي في البوكلت كده عشان أعرف أفهمك الأسئلة المعقولة اللي الناس بتحطها وفاهمة. انما لما اجي اقول لك العلاقه بين احتلال انجلترا مصر 1882 واحتلال فرنسا الجزائر، ايه العلاقه؟ اذا كان مصر دخلت بعد احتلال فرنسا الجزائر ب 52 سنه، هو المفروض العلاقه تبقى السبب فيها اللي بيحصل الاول ولا الثاني؟ اللي بس في الاول. طب امال ازاي بقى انت عامل لي السؤال كده؟ واجاوب ولا ازاي السؤال؟ وفين المنطق اللي في السؤال؟ قول لي الاستاذ ارحمونا شويه، عايزين اسئله معتدله شويه. احنا في اخر السنه، مش عايزين الطلبه تتلخبط، انت فاهمني؟ فاهم. انت معايا ولا شفت انت في سؤال في اي امتحانات عندك جاي كده؟ لا خالص. هات لي اي سؤال علاقه معقول عندك وانا احله لك. السؤال اللي انت قلته دلوقتي ده يا ابو حميد، لما قول علاقه بين الحمله الفرنسيه 798 وجنوب الجزيره العربيه، هنقول لفتت نظر انجلترا لموقع مصر، معاهده مع سلطان عمان، احتلال بريم، معاهده مع نهج وعد، في علاقه ولا مفيش علاقه؟ في علاقه. لما اجي اقول يا محمد تاني، المدرسين يا ابو حميد تعبونا والله بيغلبونا معاهم. لما اجي اقول ما العلاقه بين، ركز معايا. ايوه. ظهور محمد علي في الخليج فين؟ الخليج العربي او في الحجاز او الحرب الوهابيه ماشي؟ ومستقبل الخليج، ده يتجاوب ولا ما يتجاوبش؟ ده يتجاوب. نقول انجلترا شككت في وجود الراجل هناك، طلعت تجري انجلترا، ضربت العشائر وعملت معاهده 20، في علاقه ولا مفيش علاقه؟ علاقه في ايه؟ لما اجي اقول لك يا محمد تاني، بص معايا. ايوه. العلاقه، واذا كان الاستاذ قال لك السؤال معقول وانت بوظته بقى مش مشكله. العلاقة بين احتلال او بقاء انجلترا في مصر واحتلال فرنسا المغرب، ايوه دي علاقة. ايه بقى؟ الوفاق الودي 904 قالها الخلافات بين انجلترا وبين مين؟ وبين فرنسا. قال ان انجلترا تقعد في مصر مقابل ان فرنسا تاخد مين؟ المغرب. ماشي حمادة؟ ايوه. في عندك اسئلة؟ شكرا لك يا رب، مع الف سلامة. مرة تانية بنقول المدرسين بيجوا في الأيام دي اللي الطالب فيها متشتت وعايز حد يساعده ويلم له ويحط إيه لخبطة للطلبة، ليه كده حرام؟ وبعدين أنت عايز تلخبط الطالب، طب ما تقول له السؤال وتجاوبه له. يعني أنت هتلخبط الطالب ليه؟ قول السؤال للطالب وجاوبه له. إنما ما تقولش السؤال وخد فكر بقى، يقعد يفكر هو ثلاث ساعات ويسيب المذاكرة بتاعته. يعني أنت عايز تساعد ساعد، إنما ما تقعدش تلخبط في العيال.